بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول سورة النور، وما زال حديثنا دائر حول حادثة الإفك ونظم آياتها التي وردت في سورة النور. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: لولا إذا سمعتموه قلتم ما ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فرب العباد وضع لنا قواعد للتعامل مع الإشاعات، وخاصة ما يتعلق منها بالأعراض. فأولا، كما بينا في اللقاءات السابقة، حسن الظن بأنفسنا وبغيرنا من الناس. فما لا نرضاه لأنفسنا لا نرضاه لإخواننا. ومن علامات حب الإنسان أو إيمان الإنسان، بل العلامات التي يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نص الحديث. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، أن يحب المرء أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، هذه من أهم علامات الإيمان التي يجد الإنسان أثر حلاوتها في قلبه وفي صدره. أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، فالمسلم مطالب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف لا نرضى لأنفسنا أن نتهم بغير دليل، ثم نقبل على غيرنا الاتهام بغير دليل؟ هذه كارثة كبيرة جدا جدا. وهذه نقطة أولى وضحناها في اللقاءات السابقة، لكن ألمحنا عليها في عجالة. ثم وضع الشارع ضابط مادي قوي، فطلب أربعة شهود. أربعة شهود، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم عند الله كاذبون. وبينها في اللقاء الماضي أنه لو جاء ثلاثة أو ولم يأتوا بالرابع عد الجميع كذب، وإن كانوا في حقيقتهم صدق، لكن الله عز وجل عد تجرؤهم على الاتهام لغيرهم دون أن يكون معهم الشاهد الرابع، عد ذلك من أكاذيبهم على شرع الله وعلى الله والافتراء عليه، لأن الله وضع شرط شهادة أربعة، فلا يستقيم الأمر بدونهم أبدا. ولو جاء أربعة واختلت شهادة واحد منهم لجلد الجميع، لجلد الأربعة، حد القذف. هذا معنى خطير جدا، ولذلك رب العباد وضع هذه الضوابط حتى لا يتجرأ الناس على الخوض في الأعراض. وهذه حكمة كبيرة جدا جدا جدا، بها تصان الأعراض وبها تحفظ الحياة. ولأن أخطر شيء عند المسلم أن يتهم في عرضه، ولا عرض امرأتي وعرض ابنتي، مستعد في سبيل هذا يضحي ويقتل ويقاتل، بل قد يقتل من طعن في عرضه. والدفاع عن العرض دفاع مشروع، قال صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. فالموت دون العرض شهادة في سبيل الله عز وجل، مسألة ليست هينة، مسألة كبيرة جدا جدا. ولذا عظمتها الشريعة وعظمها الشارع سبحانه وتعالى رحمة بنا وحفاظا على أعراضنا وحفاظا على أخوتنا وعلى تواددنا وتواصلنا. ما الذي يجنيه من يتهم غيره
بغير علم. ما الذي يجنيه إلا الفساد والإفساد؟ فالشارع وضع له حد حتى يرتدع وحتى يستقيم ويقوم لسانه ولا يتجرأ على الخوض في أعراض غيره من المسلمين. ثم جاءت هذه الآية التي بين أيدينا الآن: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. ونلحظ ملحظ عجيب جدا، أن هذا القدر من الآية كرر 4 مرات في السورة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله توابا حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وستأتي مرة ثالثة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، وتأتي الرابعة في نفس السورة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ليبين تعالى أن هذه الأحكام التي نزلت وهذه القواعد التي وضعت محض فضل من الله على عباده، وهذا التشريع بهذا التقنين الرباني لا مثيل له على في التاريخ البشري كله، لم يكتب في قانون، وما خطر ببال مقنن القوانين من أهل الأرض في التاريخ البشري كله أن يضع هذه الضوابط للشائعات، ولا جعلوها محل تشريع أصل، وقوانين أهل الأرض موجودة مسجلة مسجلة، القوانين كلها انحصرت في الماديات، اللي يقتل اللي يزني اللي يفعل اللي يفعل، لكن على الشائعات على خطرات النفوس توضع أحكام، على تقويم الإنسان وتربيته توضع أحكام. هذا محض فضل من الله علينا، والذي يقول ولولا فضل الله عليكم، أي في كل ما شرع من هذه التشريعات في كل مرة أعطى حكم وعقبه بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، بعد أن أعطى حكم اتهام الرجل لامرأة واتهام ودفعها عن نفسها وإنقاذ المرأة من اتهام الرجل وعقوبة الرجل بالفسخ الزواج إذا هو يعني تجرأ في اتهام امرأتي بلا دليل، ثم يقول ولولا فضل عليكم في وضع من الأحكام، وإلا فممكن أهل المرأة يقتلوا الزوج لما يطعن في ابنتهم، أو أهل الزوج يقتلوا المرأة لأنها يعني آذتهم في أنها زنت وهي تحت ابنهم، وتدخل المسألة في مفاسد لا حد لها. لكن الله وضع حد اللعان محض فضل منه، ما كان يخطر بالبشرية أن هناك حد اسمه حد اللعان، ولا مثيل له على الأرض الآن في كل قانون أهل الأرض. أمريكا شرعت، وبريطانيا شرعت، وفرنسا شرعت، وكندا شرعت، وألمانيا شرعت، واليابان شرعت. ابحثوا عن كل التشريعات التي وضعت، هل هناك حد يتعلق باتهام الرجل لامرأته؟ لا يوجد، لا يوجد. لذا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله توب رحيم. لولا فضله ورحمته وأنه يتوب على الرجل ويتوب على المرأة ويفتح لهم أبواب بهذا الحد، حد اللعان، حتى يتوب ويرجع الله عز وجل. ثم تأتي هذه الآية بعد أن وضع هذا الضابط الشديد: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كاذبون، ثم يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته. الله الله، يعني كل هذه الأحكام محض فضل، ايوه، ومحض رحمه، رحمه من العليم الحكيم بعباده، ولولاها لهلكنا ولا اهلكنا، سنهلك ونهلك غيرنا. بدون هذه الاحكام انسان يتهم في عرضه يترك من اتهمه؟ لو يملك القوه اقتله، ولو رفع عليه السلاح اهل اخر سيرفع عليه السلاح وستقوم معارك وثرات وأرواح تزهق، كل هذا ينتهي بهذا الحد. الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا حرف امتناع، امتناع
لولا أن الله تفضل عليكم بين هذه الأحكام كنتوا هتروحوا فين؟ لما يقول ولولا فضله عليكم ورحمته، لنبحث لولا هذا الحكم ماذا، كيف كانت تكون الحياة، كيف تستقيم أصلا، ما هي النتائج، ما هي العواقب، ما هي المآلات لغياب هذه الأحكام وعدم تطبيقها، ما نراه الآن فساد عريض وفساد كبير يملأ الأرض، يملأ الأرض، اللي عنده حمية ويدافع عن عرضه هيقتل غيره وغيره يقتله، تدخل في تارات، ورأينا هذا في وخاصة في بلاد العرب مع الغيرة الشديدة، هذا الأمر شديد جدا. دع عنك البلاد التي دمرت فيها الأسر بتعمد شديد حتى لا يبقى الإنسان له عائلة ترعاه ولا عائلة يرعاها، أرادوا في الغرب أن يجعل الإنسان هو وحدة بلا المجتمع، الإنسان لوحده الفرد ذكر أو أنثى، الإسلام لا، جعل الأسرة وحدة بناء المجتمع، الأسرة وربطها بالعائلة الكبيرة، عائلتها ومحيط بها الأعمام والأخوال والأرحام جميعا، وسماها العاقلة، العاقلة من العقال، الحبل اللي بيربط به الجمل ليضبط حركة الجمل، العقال، عبارة أبو بكر لو منعوني عقالا كانوا يؤدون رسول الله لقتلتم عليه، العقال الحبل اللي بربط الجمل حتى يضبط حركته. فالعاقلة وهي العائلة هي نفسها التي تضبط حركة الإنسان إذا أخطأ لتمنعه من الخطأ، فأصبح فيه دور كبير جدا للعائلة في توجيه الإنسان. يبقى الفرد مش بمشي لوحده، لا، ده هو فرد في أسرة فيها أب وفيها أخوات وكلهم ناصح له أمين، وكلهم حريص على أن يكون ابنهم أو أخيهم أسمى الناس، ثم عاقلته إعمامه وإخواله وأرحامه وأجداده كلهم مقوم له موجه له ناصح له آخذ بناصيته الحق، فأصبح حول الإنسان أمة توجهه، أمة تنصحه، أمة تمنعه من الباطل والغي، هذه قاعدة في التربية ولها أثره، أثر كبير جدا، والناس عنها في غيب كبير جدا، قواعد في التربية، أثر الأجداد والأعمام والأخوال والأهل والأرحام، كل دول لهم أثر في الشريعة ولهم دور فاعل. وكما أن لك أرحام أنت ستكون لغيرك رحم، تقوم وتقوم، وتنصح وتنصح، وتوصي بالحق وتوصى بالحق، ومعنى تواصوا بالحق ده أصل به ينجو الإنسان يوم القيامة، بدونه لا نجاة، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسران ضل مبين، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصى فعل مشاكلة لابد له من طرفين، يعني وصى واستفاد بوصية غيره، فهو يوصي وغيره يوصي له، يستفيد بنصح غيره ويقوم نفسه ويعالج أخطاءه، وفي نفس الوقت يوصي غيره ويقوم أخطاء غيره، فهو عون لإخوانه وهم عون له، وهذا معنى وتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، هذا معنى خطير جدا 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 في المجتمعات الإسلامية وغاب عن المجتمعات الغربية تماما. من يقوم الإنسان ماشي لوحده، والإنسان لما يشعر أنه ماشي لوحده يفعل ما بداله، لا حياء لا هيبة لأحد، يرتكب الفحش في الطرقات، وهذا ما نراه الآن في الغرب، في الطرقات الفواحش ترتكب وبلا تردد، في حدائق العام وفي الأماكن العامة، لا بنت تخشى من أهلها ولا رجل يخشى من أهله، خلاف المجتمعات الإسلامية اللي ما زال فيها هذه الروابط موجودة، هذه العائلات موجودة، هذه العواقل موجودة، تمنع الإنسان من أن يعصي في بلده في وسط أهله وأرحامه وأقاربه، الكل يوجهه. ولعل يعني الريف في كثير من البلاد العربية الإسلامية ما زال الأسر فيه قوية، وما زالت العاقلة عاقلة، تمنع الإنسان ذلك المربى في هذه البيئة لا شك لها أثر، بل لما نسترجع الواقع الحي، لو مسكنا دور واحد بس، دور الجدة أو الجدة مثلا، عجيب جدا جدا جدا، هذا من لطف الله ورحمته، من فضل الله ورحمته أن يجعل هذا الرباط العائلي الكبير، واجعل هذا النظام
اللي تنضبط به سلوكيات الإنسان. تخيل إنسان نشأ في وسط جديه، أبوين وجدين من الجهتين، من جهة الأب وجهة الأم، لا شك أقوم في تربيتهم غيري. ليه؟ لأن ليس له مربي واحد، ده له ستة مربين، أبوين وأربعة أجداد، ستة مربين، وأغلى من الولد ولد الولد. الجد بيجد هذا حفيده، حفيده. ولو نظرنا للواقع العملي، ما دور الأب ودور الأم في التربية في هذه الفترة؟ الأم حاضنة مشغولة بنظافته، بأكله، بشربه، بلباسه، بغيره، كثيرا ما تنشغل عن الولد، مشغولة في المطبخ، مشغولة في المسح، في الكنس، في الغسيل، في غيرها، لحظات قليلة تتفرغ لابنها. الأب في سن الذي يولد له فيه عادة سن العمل، وهو صحيح شحيح، يرجو الغنى ويخشى الفقر، معظم وقته في عمله. كم يتفرغ الأب لابنه حتى يربيه؟ لحظات. وقد يأتي متعب منهك في معظم الأيام لا يكاد يرى ولده. الولد اليوم كله الأب بعد عنه، بعد عنه تماما، فإن عاد آخر النهار عاد منهك متعب، حتى لو وجه قد لا يلحظ شيء ولا يرى شيء. الولد في منأى بعيد عنه خالص تماما. فعطاء الأب في هذه السن عطاء خليل، وعطاء الأم لو دققنا النظر برضو عطاء قليل، وإن كان أكثر من عطاء الأب، لأن تلي اسمها أطول فترة ممكن، أكثر من الأب. من أقدر الناس على التربية في هذه الفترة؟ الجد والجد. ومن ألطاف الله علينا ضعفهم الجسماني، ومنهم ما يرد إلى أرض العمر، آخر العمر، بل قيل أرض العمر أردأه لمرحلة متأخرة جدا. لكن الجد إذا وصل للمرحلة التي صار فيها جدا، غالبا ما يضعف جسمه، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة، الكبر، العجز الذي يمنع عن العمل، فيتفرغ للحفيد. والجدة كذلك تتفرغ للحفيد. الأم مشغولة والجدة ممكن تجلس معها اليوم كله، والجد ممكن يجلس معها اليوم كله، مع ملحوظات مهمة جدا. الجد في هذا التوقيت لا يعطي إلا الحكمة، خلاص اكتسب خبرة العمر كله، الأخطاء التي عاشها وعالجها في العمر كله يبدأ يعالجها في الطفل من أول لحظة يعي فيها الطفل. مش عايز حفيد يقع في الأخطاء التي وقع فيها، فيعطي لحفيده الحكمة التي لا يستطيع الأب أن يعطيها، وكذلك الجدة تعطي لحفيدها الحكمة اللي لا تستطيع الأم أن تعطيها. الأب غالبا حتى لو أخطأ الولد بيكون في وقت عصبية وشدة، الجد لا، ما عادش فيه قوة، فيستخدم الحكمة والحيلة في التربية أكثر من الأب، فهو أكثر حكمة من الأب، والجد أكثر حكمة من الأم. وذلك ربى في كنف جديه بلا شك أسعد من غيره. فالجد يعطيه الحكمة ويعطيها له بكل حكمة، أسلم طريق للتربية وأقصر طريق للتربية. الأم تسقي العواطف والحنان، والجدة تسقي العواطف والحنان للولد، لكن من يربي الولد على كمال الرجولة؟ أبوه لا أكاد يراه، الجد يجعل منه رجلا رغم صغره، يكسبه ما لم يكسب أبوه من الحكم.
وخبرة العمر. فتجد الطفل أخذ كل الحكمة من جده، وأخذ أكمل حكمة وبأحكم طريق وبأقصر طريق. ولذلك حبب للجد ابن الابن أكثر من ابن، وكذلك الجد. فكلاهم من جهة الأب ومن جهة الأم يعطي هذا العطاء الكامل، وأربع متفرغين له، جدين وجدتين، يعطوه كمال الحكمة وكمال التجارب وخلاصات العمر. فأصبح له أربعة مربين، أربعة مربين كأحسن ما يكون المربي وأحرص ما يكون المربي، لأنه الجد وده أحب إليه من ابنه، وبيطلع فيه خلاصات عمره وتجارب عمره، فهو أقدر على التربية بنزاع، أقدر على التربية، سارع الولد رعاية عالية جدا جدا جدا. الأربعة سارعوه ويقوموا عليه ويعلموه ويربوه أحلى تربية، أحلى تعليم، أكمل تربية، أكمل تعليم، أحكم طريق وأقصر طريق يختاره الجد والجدة مع طول التجارب وطول العطاء. جرب عدة سبل في التربية ورأى ما الذي له أثر في الجيل الجديد. وذلك الجد دوره كبير جدا جدا، والناس عنه في غفلة قاتلة، الجد والجد الناس عنه في غفلة قاتلة. وفي نفس الوقت يأذن الله إن حتى إمكانيات الجد العقلية تضعف، فيشتد صبره على الحفيد أكثر من أبيه، وفي نفس الوقت يقترب عقله من عقل الطفل لكي لا يعلم، وإنهما يردوا إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والآية الأخرى قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، حتى لو كان من أعلم أهل الأرض، لما هيصل لهذه المرحلة هتلاقي عقله يضعف ويقترب من الطفل ويكون أقرب إليه، عايز يلعب معاه ويتهزر معاه، فيجد فيه الطفل ما لا يجد في أبيه. هذا جانب خطير جدا جدا في التربية. فأصبح عقل الجد أقرب لعقل الطفل كعقل الأم بالضبط، لكن ليسقيه الرجولة، ليسقيه الحكمة، ليسقيه الأنوثة والأمومة. المرأة لا تعطي رجولة، تعطي أمومة، تعطي حنان، حتى لو وجهت في باب الرجولة مجرد توجيه. غير الجد اللي تشرب الرجولة عاشها عمره، سيعطيه كمالات الرجولة، زي يحتكب الناس، زي خلط الناس، زي يواجه المشاكل مع الناس. كل هذه المعاني لن يعطيها أحد كما يعطيها الجد الحفيد. يبقى قرب عقله منه جعله أقرب إليه، جعله أقدر على ملاعبته، مداعبته، مجاراته. تفرغه الشديد لي أعطاه سعة كبيرة جدا في العطاء. أضف لهذا كله إن الولد ينصاع للجد أكثر من الأب. ليه؟ عارف إن اختلف أمر الأب مع الجد أيهما يطيع؟ لو أطاع أبوه سيضرب جده، ولو أطاع جده لن يقوى الأب على مسه، لأن أبوه مطالب أن يطيع الجد. فلما رأى أباه، رأى أن أبيه ينصاع لأبيه اللي هو جده، تجده أكثر انصياع للجد وأحرص على ترضية الجد من ترضية الأب. وكل هذه المعاني تربط الحفيد بالجد، فتعين على التربية بشكل شجب جدا. فكيف لو كان مع الأجداد الأربعة عاقلة، الأعمام وأعمام الأعمام والأخوال وأخوال الأخوال، وكل هؤلاء مربون وموجهون؟ لو كل واحد أعطى له موقف سيتعلم، موقف يلقاه فيه عم عمه فيوجهه، يلقاه فيه خال خاله فيوجهه، يبقى أصبح عنده كم مربي؟ العاقلة بأكملها، أمة تربي، أمة توجهه. لذا سميت العائلة اللي بتعوله، اللي بترعاه، وسميت العاقلة اللي بتضبط سلوكياته. فالعائلة من العيلولة، والعاقلة من ضبط السلوك والحكم.
ولذلك تسمى في الفرس الحكمة، ومنها أخذت كلمة الحكمة لأن تضبط حركة الفرس. في الجمل تسمى العاقلة أو العقال. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، لولا فضل الله علينا أن وضع هذه الضوابط الكبيرة جدا التي تجعل الإنسان يعيش في بيئة كلها عون له على الخير، عون له على الطاعة، عون له على السمو، عون له على اكتساب الخبرة واكتساب الحكمة والتقويم والسمو، لا أن يعيش فرد لوحده تتلاعب به الشياطين لا يجد من يوجهه أو يدفع شر الشياطين عنه. لذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنما أكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لما يجد غنم كثيرة لا يقترب منها، لأن لو كل واحدة تنطحه هيدمروه فيبتعد عنها، لكن يبحث عن القاصية، أنهي اللي شردت خارج السرب فيصطادها. النبي يحذر، وإن الشيطان لما يلاقي إنسان في وسط بيئة تعينه كلما اقترب وجد من يدفعه، وجد من يدفعه يفر زي الذئب بالضبط، ذئب خبيث. متى يصطاد الإنسان؟ لو كان قاصيا بعيد عن السرب، بعيد عن الجماعة، بعيد عن الأمة، بعيد عن العاقلة، بعيد عن العائلة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. هذا معنى خطير جدا جدا في التربية والبشرية عنه في غفلة قاتلة. شرع الله راعى هذا وعد هذا من فضل الله علينا ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ اللي سما وارتقى في هذه البيئة الصالحة وهذه العاقلة المسلمة الموحدة كيف يكون مصيره؟ كيف يكون مآله يوم القيامة؟ السمو في درجات، مش دخول الجنة بس، السمو في درجاتها، الرقي في درجاتها، كما ارتقى في الدنيا يرتقي في الآخرة. هذا معنى خطير جدا جدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله أن وضع هذه القواعد التي تعصم الأمة وتحفظ الأمة وتحفظ أعراضها وتحفظ أبنائها وتحفظ دماءها وتحفظ حياتها ونفوسها، كما هو المعلوم عند كل الفقهاء باجتماعهم أن كل أحكام الفقه مدارها حول حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان: نفسه، دينه، عقله، عرضه، ماله. كل أحكام الفقه، كل أحكام الدين مدارها على حفظ هذه الخمسة. وهنا نتحدث في قضية من الأمهات، الأعراض. الأعراض مصلحة شرعية كبيرة جدا. لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كذبون ثم يعقب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي فيما شرع لكم هذا التشريع، فيما وضع لكم هذه الأحكام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. الله، سبحانك لك الحمد، سبحانك لك الحمد، سبحانك لك الحمد، أن شرعت لنا هذه الشرائع ووجدت لنا هذه البيئات الصالحة. يبقى أراد الله أن يكون للمسلم بيئة ومجتمع، مش فرد قائم بذاته يتتلعب به شياطين الإنس والجن، وده الحاصل في كثير من بلاد الأرض. ولذلك الشياطين جعلتهم مجرمين، مستعد يبيد كل من حوله، لا فيهم رحم ولا فيهم أب ولا فيهم أم ولا في أحد يبكي عليه، ولا مربي ولا موجه ولا ناصح. اللي انفك ده، ابن الحرام ده، اللي طلع ابن حرام لا يعرف لا أب ولا أم ولا يعرف أحد، أبوه رماه، حمله شهوة، يعني حمله خفة وألقاه شهوة، وفي رحم أم لا يعرفها أو امرأة لا يعرفها زنى بها وهرب، ثم تأتي أم حملته كرها وضعته كرها، ولما تشعر أنه هو أصبح عبء عليها عايزة تخلص منه، أول ما يوصل سن البلوغ ولا البنت توصل سن الحيض، يا ابني شوف لك خليل ولا خليلة، ها بوي فريند أو جيرل فريند إن كان ولد أو بنت، ويطرد من البيت. ونصل لمراحل
ان الاب او الام يعتبر الولد او البنت اللي وصل لهذه المرحله وليس له جيرل فريند وليس لها بوي فريند يعتبروه مريض نفسي ويذهب للطبيب يعالجوه عشان يشوف حياته. تروح فين الام بعد هذا؟ تتفرغ للدعاره مره اخرى ولشهواتها مره اخرى لتحمل مره اخرى وتخرج لنا تائه مره اخرى شارد مره اخرى تتلاعب به الشياطين يمنة ويسرى. تخيل لما واحد زي هذا لا يعرف لا اب ولا ام ولا يعرف سبيل لاحد ولا عاطفه ولا اخوه ولا روابط ويطلع يمسك رئيس دوله. ايه الرباط اللي يربطه بالعباد ويجعل في قلبه رحمه او رأفه او يعني حسن معامله مع الناس؟ عايز يعيش لنفسه، عايز يعيش لنفسه. واصبحت قوانين في الغرب، انا ورايا الطوفان تهلك الدنيا كلها بس انا اعيش، ومش اي عيشه، مستعدي في سبيل امنيتي، عايز اصبح ملياردير، بلط ملياردير، عايز اصبح املك اودية ذهب، مش وادي لو هاكلها العمر كله هاكل فلوس مش هخلصها، ومع ذلك مستعد يبيد امه من اجل مضاعفه ماله وسرقه اموال العباد بالقتل وبالنهب، وهذا ما نراه الآن يملأ الأرض. أولاد الحرام يحكموا الأرض، مستعدين في كل بلد تظهر فيها ثروة يبيدوا أهلها ليسرقوا ثرواتهم. البلاد الضعيفة الآن يباد فيها آلاف من الخلق لتسرق أموالهم من؟ من البغاة الطغاة المجرمين الذين لا دين لهم ولا أمانة لهم ولا إنسانية عندهم، ويطلع يمثل لك عليك ويقول لك حقوق الانسان. من الانسان؟ هو يطالب حقوقه هو وحده لكن لا حق لغيره، فاصبح هو الانسان اللي يطالب بحقوق الانسان يقصد نفسه لا يقصد غيره. اللي يمس من يقترب ممن يساعدني على جمع المال يبقى اعتدى على حقوق الانسان، لكن الشعوب التي تباد وتنهب وتسرق اموالها ليس لها حقوق انسان عند هؤلاء المجرمين. وده واقع مشهود يملأ الأرض الآن، يملأ الأرض. ونعجب، تذهب عصابة من الظلمة المجرمين الغاصبين لأموال الخلق وثروات العباد لتأتي عصابة أخرى، كلهم عبارة عن عصابات حرامية، مجرمين، سراقين، نهابين. العالم الآن بيحكم بهذه العصابات وبهذه النوعية الرديئة من البشرية. ماذا نتصور منها؟ تنشر عدالة؟ تنشر أخوة؟ تنشر رحمة؟ تنشر حياة للخلق وسلامة لأموالهم وأعراضهم ونفوسهم وعقولهم؟ أبدا، مستعدة تدمر النفوس وتزهق الأرواح وتتلاعب بالعقول وتمحو الأديان، تمحوها محو، محو، تعتبرها تطرف إرهاب، لأنها تضبط للناس سلوكياتها وتعرف الناس حقوقها وتعرف الناس آدميتها. هم لا يريدوا الإنسان يكون آدمي، يريدوا أن يكون عبد لخدمتهم لتحقيق أغراضهم ومصالحهم. يقول لك المصلحة، إيه المصلحة دي؟ مصلحته هو، المصلحة دي في سبيلها لا يحترم لا انس. يقول لك الديمقراطية، بس الديمقراطية ان جاءت بعكس مصلحته يبقى يلعن ابو الديمقراطية، تلقى في الزبالة. الحرية له هو، فان كانت لغيره لا والف لا. وتسمع شعارات الحرية والديمقراطية والاشتراكية ورأسمالية، وكلها في النهاية تصب في هذا الاتجاه. أناس لا دين لهم لا خلاق لهم، لا رحمة في قلوبهم، لا شفقة عندهم، لم يجدوا هذه في حياتهم أصلا، وفقد شيء لا يعطيه. واحد عمره ما عاش معنى الأخوة، كيف يعطي يعتبر الناس إخواني؟ كيف يعتبر البشر إخواني؟ كيف يعتبر أننا كلنا لآدم وآدم تراب؟ لا يعتد بهذا ولا يعتبر بهذا ولا يفكر أصلا في هذا ولا يخطر بباله، هو ما ربي عليه ولا عرفه ولا شافه ولا شاهده. هذا البلاء المبين الآن يحكم العالم،
إنسان مستعد في سبيل شهوة في رأسه، حب ظهور، حب تعالي، حب سلطة، حب قهر، يريد أمة بل أمم وشعوب. احنا عشنا مرحلة ملايين الناس ماتوا وقتلوا بشبهات. كم واحد مات في العراق في حروب الخليج الماضي؟ وكان ايه كذبة قالها واحد، أسلحة الدمار الشامل. ثم بعد أن أبادوا آلاف الخلق ونهبوا ثروات الخلق ودمروا بلاد وشعوب، يقول لك آه تبان لنا أنها كذبة. يا سلام، ما تبنتش ليه قبل أن تعتدي، قبل أن تبيد أمم وشعوب وأرواح أزهقت والناس دي فاكرة أن الحساب لا يجمع وأن هذه الأرواح ذهبت سدى وأن الله لا يحاسب عليها. في يوم سيجمع في الخلق ولن يظلم في أحد، يوم يقلل للقتيل لما قتلت، وإذا الموؤودة سئلت المقتولة بأي ذنب قتلت، فإن سئل المقتول بأي ذنب قتل فما بال القاتل، بأي ذنب قتلت هذه الأرواح، وأصبح أطفال ونساء وضعفاء ومن لا حول لهم ولا قوة بالآلاف في بلاد الشام وفي العراق وفي فيتنام وفي غيرها من بلاد الأرض. من القاتل؟ من القاتل؟ اقرأوا التاريخ واقرأوا الواقع، ستعلم أن الإنسان الذي لم يربى لا على أخوة ولا على رحمة ولا إنسانية ولا على أدمية مستعد يبيد البشرية بأكملها من أجل نفسه. بل رب العباد يصف أن هذا حاله حتى يوم القيامة بعد أن يرى من آيات الله ما يبهر العقول كلها، تغيير كوني، تدمير للكون للأرض والسماوات، ومتبدل الأرض والأرض والسماوات، ومع رؤيته لهذا كله يأتي بين يدي الله بنفس الإجرام مستعد يبيد البشرية، يضحي بالبشرية كلها من أجل نفسه لأنه لم يرب على غير هذا. قال تعالى يود المجرم، ربنا سماه مجرم، سماه مجرم في القرآن، قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أولاده كلهم، عارف ان الولد حرام، ببنيه وصاحبته امرأته وأخيه، سماها صاحبة لم يسمها زوجة. يود المجرم الذي يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، مستعد يضحي بالعالم كله من أجل نفسه. اللي ربي هذه التربية الخبيثة الخسيسة ماذا ننتظر منه؟ ماذا ننتظر منه؟ لكن الله أذن أن يضع هذه القواعد بمحض فضل وبمحض رحمته، لذا عبر بهذا التعبير الدقيق العجيب وكرره في كل موضع ذكر فيه أحكام في السورة 4 مرات وذكرها 5 في سورة النساء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، 5 مرات جاءت في القرآن ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. أراد الله أن نربى هذه التربية الربانية العالية، أن نعيش هذه المعاني السامية، أن نألفها وتألفنا، أن تكون هي منهج حياتنا، أن تكون هي عاداتنا وتقاليدنا التي نعيش عليها ونربي عليها أبناءنا، والمحاضن التي نربى فيها ونربي فيها أولادنا وأحفادنا. تربية ربانية عالية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، حتى تنضبط سلوكياتنا وسلوكيات غيرنا معنا، فنسعد بخلق الله ويسعد بنا خلق الله، لا أن نشقى ويشقى بنا العباد، الشقي من شقي وأشقى غيره.
من شقي واشقى غيره. والنبي لما واحد سأل طب اعمل ايه ما املكش حاجه، قال له كف عن الناس شرك، كف عن الناس اذاك وشرك، لان فينا الشر وفينا الاذى. بل كما يقول محمد الغزالي رحمه الله تعالى: كل انسان منا فيه فرعون في داخله، يود ان يقول انا ربكم الاعلى، لكن منا من تتهيأ له الظروف فيقولها، ومنا من يخشى ان يقولها الظروف لا تسمح بهذا، هيقول انا ربكم الاعلى يضرب فوق راسه من غيره، رب مين؟ لكن لو تهيأت له الظروف هيقول انا ربكم الاعلى. ولولا ان رب العباد ضبط هذا فينا وعرفنا اننا عبيد لرب لسنا بآلهة ولسنا بمسؤولين عن العباد، فذكر انما انت مذكر لست عليهم مسيطر، مش احنا نسيطر على العباد بالقهر وبالقوة ونجبرهم على فعل ما يرضينا او على فعل مصالحنا. سلامات، هذا ما يفعله المجرمون، عايز يجعل كل العباد خدم له في تحقيق مصالح هو، ولكن مصلحة. الله يخرب بيوتكم، كم دمرتم الخلق تحت مسمى المصلحة، لا مبدأ ولا قيمة ولا حضارة ولا إنسانية ولا آدمية ولا حتى حيوانية. الناس الآن لا تعامل معهم معاملة حيوانات، حتى لا يدركوا معاملة حيوانات. يعني أحكي لكم طرفة، كنا في بعثة من بعثات في سجن من السجون ومعنا أخ فاضل بس مشهور بالدعابة، فلما لهم ضيقين على جامد بعت لمول السجن رسالة قال له أرجو أن تعاملني معاملة الحمار، علما بأن الحمير عند من يرب الحمير لها حقوق، الحمار يخرج من قيده إلى المزرعة من الساعة كذا للساعة كذا، ويقدم له الطعام كم مرة في اليوم، ويستفاد به إزاي وبطاقاته إزاي، قعد طلع له كل حقوق المساجين من خلال حقوق الحمار عندما نرب الحمير. قال طبعا عملنا معاملة الحمير. تخيل ان الانسان يتمنى ان يعامل معاملة الحمار عندما نرب الحمار ورع الحمار ويعرف ان له حمار وان الحمار على حق. تخيل الانسان لما يفقد ادميته لا يعطي الانسان مثله وقد يكون اكرم منه اشرف منه بل نعله اشرف منه، يفعل هذا مع علماء ومع ناس في منتهى الأخلاق والأدب، لا يعامل معاملة الحمير حتى والحيوانات، أكرم الناس وأشرف الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل يعامل معاملة الحمير، ممن لا دين له ولا خلاق له ولا إيمان له. إلى هذه المراحل عشنا ورأينا هذا بعيوننا، كيف أن من لا دين له يعني يعتدي على كل، وفعلوا هذا حتى مع الأنبياء، كم قتلوا من أنبياء، كم قتلوا المصلحين. يعني أصحاب الرس دفنوا نبيهم حي في بئر اسمها الرس ونسبوا إليها، دفنوا حي نبي من أنبياء الله، دفنوا حي نبي الله يحيى يوحنا المعمدان عند النصارى سموها كذا، منا من الله عليه سيدنا زكريا وهبه له بعد أن بلغ من العمر أرذلة، وكان آية من آيات الله كما يقول عنها تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. يعني من شدة خوف يطلب الطلب استحيا حتى من امرأة التي معها أن تسمع دعاءه وطلبه هذا من ربه. إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من رأي. خلاصة انقطع نبوته، كان هو آخر أنبياء من إسرائيل في هذا التوقيت، ما كان هناك نبي غيره. وإني خفت الموالي من رأي، خاف على الأمة مش على نفسي ولا على ولد، حبا في الولد ليرثه أبدا، خاف على الأمة لها تضيع وتتوقف فيها النبوات بسبب ظلم أهلها وعدوانهم على الأنبياء. فهذه المرحلة اللي فيها كان كل نبي يبعث يقتلوه أو يكذبوه. وفي هذا يقول تعالى: وقفينا على أذن بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، إلى أن قال: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ف
ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. وفي هذا يقول تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يقتلون كل من يدعو الخير، كل من يدعو الحق، كل من يرشد العباد، كل من ينقذ العباد، كل من يصحح حياة العباد وآخرتهم، قتلوه. هو ده الإنسان الذي لم يربى على وحي الله ولا دينه، لم يربى على الإنسانية حتى الأدمية، مفيش خالص. النتيجة كان هذا قتل، قتل للمصلحين. يسأل الله سيدنا زكريا الولد: يرثني يرث من آل يعقوب، يرث النبوة والرسالة، واجعله رب رضي. وتأتي البشرى: يا زكريا إن نبشرك بغلام، وفي قراءة نبشرك ننحته من جسمك نحت، بغلام اسمه يحيى لم نجعل لهم قبل سميه. وبعد أن بعث النبي الله يحيى وآتاه الله الحكم صبي، النبوة لا تأتي إلا على الأربعين، ولم يستثنى منها إلا اثنان، ابن الخالة يحيى وعيسى، لأن خلاص كانت انتهت النبوات، ولو انتظر حتى يبلغ الأربعين هيقتلوه. وقد كان آتاه الله الحكم صبي، وآتيناه الحكم صبنية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يعص الله قط، شاب في ريعان شبابه بل في طفولته، نبي قمة الأدب وقدوة للخلق، ولم يعص الله قط، ومع ذلك ما تركوه. مومس، داعرة فاجرة لا خلاق لها ولا رادع لها من عائلة أو قبيلة أو غيرها أو أهل أو أرحام، يراودها الملك على نفسها فتقول له: لا لا تقربني حتى تأتيني برأس يحيى. يحيى النبي، إيه والله، وفي سبيل شهوته يقتل نبي الله يحيى وأتيها برأسها، رأس سيدنا يحيى على طبق لتأذن له أن يزني بها من أجل الزنا بامرأة، يقتل نبي من الأنبياء. تاريخ الإنسان إذا فقد دينه أسود. رحم الله شيخنا الشيخ حسن أيوب كان له عبارة عجيبة جدا لا سهلة، كان يقول دائما: الإنسان إذا فقد دينه فهو أسوأ وحش على وجه الأرض، أفعاله الوحشية تفوق أي وحش، عدوانيته أشد من عدوانية الذئاب، لدغه أشد من لدغ الخارب، سمه أشد من سم الحياة، أسوأ وحش. هذه عبارة شيخنا الشيخ حسن أيوب، لكن أنا أتيكم بعبارة من القرآن أشد. رب العباد سماهم شر الدواب، قال: إن شر الدواب عند الله. من بشر؟ أي من بشر؟ يعني شر الدواب، لم يقل شر البشرية، في موضع آخر قال عن كفرة أهل الكتاب: شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. شر البرية شر البشرية، يعني كل شر في البشرية اجتمع فيه. لكن هنا قال: إن شر الدواب عند الله. شر الدواب من اجتمع فيهم كل شر وجد في كل دابة على الأرض، فجمعوا كل الشرور عند البشرية وأضافوا إليها الشرور التي عند الحيوانات. فإن كان في الذئاب عدوان صارخ هم أشد عدوانا من عدوان الذئاب، وإن كان في الحياة سم قاتل فهم أشد سما وسمهم أشد نقعا من سم الحياة، وإن كان في العقارب لدغ قاتل فهم أشد لدغا وأفتك في قتلهم من لدغ العقارب. ولا يوجد شر في مخلوق أو دابة تدب على الأرض إلا وعندهم ما هو أشر. رب العباد سماهم شر الدواب، شر الدواب، مستعدين يفعلوا كل الشرور مع الخلق مع الإنسان. يا الله، ليه؟ لأنه يعوق مصالحه المادية، الفلوس والاستيلاء وحب الظهور وسرقة أموال العباد ونهب ثروات البلاد. إيه ده؟ لهذا الحد؟ أيوة الله،
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فسموهم شر الدواب. شر الدواب موجود هؤلاء، وتزرع بالإنسانية والآدمية وحقوق الإنسان، وتسمع منهم كلام عجيب جدا، وترى أفعالهم، ترى الجرائم والشرور التي لا تخطر لك ببال. إنسان يفعل هذا بأخيه الإنسان، بأخيه الإنسان، بطفل، بامرأة، بشيخ عاجز يعني كبير طاعن في السن، تفعل به الأفعيل. وصلنا لمراحل البشرية الآن تملك من القنابل الذرية ما يكفيها لإبادة أهل الأرض 11 مرة. اللي وصل لهذه المرحلة من التدمير عايز يعيش إنسان، ولا عايز يبيد البشرية من أجل نفسه؟ يملك الإنسان الآن ما يبيد به كل أهل الأرض 11 مرة. من الذي ملك هذا؟ من اللي أعطاهم الحق في هذا؟ لماذا سعوا إلى هذا؟ يعني احنا جاهزين، اللي مش هيحقق مصالحنا مستعدين نبيد أمم بأكملها، بل الأرض بأكملها من أجل أنفسنا. بل منهم من صرح، كتاب كتبوا هذا، قالوا يجب يجب أن يقتل ثلثي سكان الأرض، لأن ثروات الأرض لا تكفي لهذا العدد، عشان يعيش الثلث آمن. يا سلام، الثلث اللي يقتل الثلثين ده يعيش آمن؟ آمن نفسي؟ هو ده اللي عمله هؤلاء سيدنا يعقوب لما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين. اللي يقتل اخوه يبقى صالح؟ لكنها وساوس ابليس وضلالات ابليس وتلبيس ابليس على الانسان اللي وصلوا لهذه المراحل من الاجرام والافساد. افساد لا يتصور عقل بشري، لا يتصور عقل بشري. قتل أنبياء، قتل مصلحين، قتل أسمى الناس، وأبشع صور القتل من أجل إيه؟ شهوة، امرأة، زنا، يسموه حرية، حرية الجنسية، من أجل حب مال وجب. ويا ريت مال، ده كنز المال، ده عندهم مما يكفيه، ده عايز يكنزه. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفض والخيل المسمية عن حرث. قناطير مقنطرة، وكل ما تزداد قناطير عايز زيادة، عايز زيادة، لا يشبع، كما جاء في الحديث طالبان من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. كما لا يشبع طالب العلم الواثق الفاهم الواعي بقدر العلم، من طلب العلم كذلك صاحب المال ما يشبعش أبدا. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له سان، ولو كان له واديا لتمنى أن يكون له مسالس، ولا من أجوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. واقع بشري مرير مرير تعيشه الأمة وتعيشه البشرية الآن. بدون وحي الله كيف انضبط هؤلاء؟ بدون القواعد اللي وضعها الشارع لتقويم الإنسان وتربية الإنسان أنه إنسان، وفرد في أمة، وفرد في أسرة، وفرد في عاقلة، وفرد في عائلة، ومطلوب أن يسمو ويأخذ بناس الناس لتسمو. كيف يكون مربي؟ كيف يكون ناصح؟ كيف يكون أمين على الخلق؟ كيف يكون أمين على الخلق من لا يؤتمن على نفسه ولا على زوجه ولا على أولاده ولا على حياته؟ كل مصالحه شهوة، مصالح تحركها شهوة حب المال، شهوة حب النساء، شهوة حب الجاه والسلطان، شهوة مستعد في سبيلها يبيد البشرية كلها في سبيل تحقيق هذه الشهوة، يسميها مصلحة. مصلحة سلامات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه حقائق يا إخواني وأخواتي يجب أن نعيها. الإنسان بدون دين وبدون أخلاق وبدون تربية ربانية لن يكون إنسان،
ولن يدرك حتى الحيوان. لذا عبر القرآن الكريم فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا مش واحد ولا اثنين، كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللي غفلوا عن دين الله وعن أحكام الله وعن شريعة الله وتشريعة الله دي النتيجة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل من الأنعام. ما أدركوا البهائم، أمام مسلمين عشان يصبحوا حيوانات، عشان يصبحوا حمير، ولو كانوا حمير لكانوا أرحم بالعباد من شرورهم الآن. ما أدركوا الحيوانات ولا أدركوا أخس الحيوانات. نسأل الله العفو والعافية. إذن لما يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لو أخذنا البديل المقابل لغياب هذه الأحكام هنرى العجب العجاب، نرى العذاب بكل ألوانه وصوره، نرى الفساد بكل ألوانه وصوره. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. يا الله، إذن هذه الأحكام جاءت محض فضل من الله ورحمة بنا. الإنسان بدونها كما قلت أسوأ مخلوق تتصوروه تصور عقل بشري. فعلوا هذا كما قلت في الأنبياء في المصلحين، والقرآن يحكي لنا قصة أصحاب ياسين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ثلاثة رسل يبعثوا لقرية، يقتل رسل الثلاثة، لا يؤمن برسل إلا واحد، ومن بسطاء الناس ومن أطراف القرية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ساكن لم يسكن في التاون داون، ساكن في أطراف المدينة في الضواحي، مع ذلك جاء يبلغ وينصح ويذكر الناس بما يصلحهم ويأخذ من رسولهم الحق: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من نسألكم أجركم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه فيه حبيب النجار ده؟ سمروا يديه ورجليه في الأرض، وأخذ يقطع أعضاءه عضو عضو وهو حي، إصبع إصبع من رجليه، إصبع إصبع من رجليه، يقطعه قطع قطع ينشروه. ها، زي ما بنشوف دلوقتي في عصرنا من يستخدم منشار في تقطيع البشر أحياء، نشر حبيب النجار، نشر قطعة قطعة عضو عضو حتى فضت روح. فلما سمت إلى ربها أراه الله مكانه في الجنة، كان رده إيه؟ يا رب انتقم من اللي دمروني؟ أبدا. الرب يحكي لنا موقفه فيقول: قال يا رب يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فيعبر الرب العباد بعدها فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. فسمى كل المصلحين والدعاء للحق والإصلاح العباد، سماهم جند من السماء، ودي أعظم بشرى للمصلحين. المصلحين اللي حرصوا على إصلاح العباد والبلاد وهداية الخلق للحق وإصلاح الخلق بدين الخالق وأحكام وشرائع، سماهم ربنا من جند من السماء. ولذلك لم يقل: وما أنزلنا على قومه من بعدهم، من بعده هو رسل، من بعده، ليبين لنا أن الأمة رغم قتلها للرسل الثلاثة واستحقاقها للإبادة بقتل كل رسول منهم، أجل الله قتلها بسبب وجود الرسول اللي بعده واللي بعده، ثم أجل عقوبتهم بوجود هذا المصلح الوحيد. لم يبيد الأمة المجرمة الفاجرة بمصلح واحد، لو علمت البشرية أن هؤلاء المصلحين هم صمام الأمل لهم يقتلوهم. فكان نتيجة لما قتل ولم يبقى فيه مصلح واحد أباد الله الأمة بأكملها. لذا يقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، الرب هو
الذي يقول هذا. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. السنة ماضية فيهم وفي كل من سبقهم وارتكب نفس جرائمهم، مع ذلك بيكرروا نفس الأخطاء وارتكبوا نفس الجرائم، ويبيد المصلحين ويقتل المصلحين وينشر الفساد والضلال في الأرض أجمعين. طب رب العباد هيسيبنا نفسد على طول في الأرض؟ يمهل مرة اثنين عشر عشرين، لكن لا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم، هيجي اليوم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مصالحكم مش هتنفعكم، العقوبات اللي نزلت هتبادوا. واحنا الان بنشوف عقوبات اهي، بعض العقوبات عمال تنزل علينا تترى، الكورونا والكوفيد ومش الكوفيد، وعمال تتغير، والجيل الاول والثاني والثالث وداخلين على الرابع اهو، ولسه والامطار والسيول اللي عمال تبيد في الارض. طب افيقوا، ارجعوا الى الله، اعلموا ان هناك رب هيحاسب. الملك ملكه، واللي أرسل الكوفيد من؟ واللي حرك الحشرات دي من؟ أإله مع الله؟ في الأول قعدنا نخترع ونقول ده عملها الصين، وتطلع تاني ونقول ده عملها أمريكا، وبعدين يبيد في الصين ويبيد في أمريكا، ولا أمريكا عارف تدفعه ولا الصين عارف تدفعه. من الذي يحرك الخلق يا إخوانا؟ من الذي يدبر الأمر؟ طب هتقول لي الكوفيد امريكا اللي عاملاها ولا الصين اللي عاملاها؟ طب والسيول عاملاها امريكا يا اخوانا؟ والرياح والاعاصير عاملاها امريكا؟ افيقوا بقى، افيقوا واعلموا انكم عبيد لرب هو الملك، هو المدبر، هو اللي هيعاقب. وامهاله لا يعني الامهال، إمهاله لا يعني الإهمال أبدا. قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، جاي. وقال تعالى إنما تعدون لآت، جاي جاي. فإن نزلت العقوبة هنروح فين؟ هنروح فين إحنا والبشرية؟ ورب العباد يحذر الساكت والأخرس فيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مش هتاخدوا ظلمة بس، هتاخدكم معاهم، هتاخدكم معاهم لسكوتكم عن ظلمهم وتركهم يعيثوا في الأرض فساد. ذكرت في هذه المحاضرة ولعلي أكون بلغت، آسف أن أطلت وخرجت عن الوقت، لكن الحقيقة هذه العبارة الدقيقة جدا حملتني على هذا الأمر حملا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، لولا فضل الله فيما شرع ورحمته فيما بين، لكان حالكم أسوأ حال. ودينا شايفين اهو البلاد التي غاب عنها الوحي وملكت القوة عملت ايه في الخلق. أسأل الله أن يفرج الكرب عنا عنكم وعن المسلمين وعن البشرية قاطبة، وارفع عنا هذا الفساد والمفسدين، وادفع عنا شر كل من أراد بالبشرية شرا. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم اكشف العذاب عنا وعن سائر الخلق. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ردنا اياهم للحق مردا جميلا، وسائر البشريه يا رب العالمين. اللهم خذ الى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا لطاعتك، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اي اسئله؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير اختي الكريمه. اي اسئله؟
جزاك الله خير دكتور جزاكم فاضل. الله خير. كنت أود أن تزيدنا عن فضل الله ورحمته، يعني لماذا اقترنا فضل الله ورحمته؟ يعني في آية ثانية في القرآن تقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يعني دي رقم 6، لكن سنوضحها إن شاء الله. حاضر. نعم، وجدت في احنا الآن الأثر أيضا، احنا الآن اليوم ألمحنا على الآيتين في هذا السياق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، جاءت في سياق الحدود الأولى اللي هي حد الزنا وحد القذف وحد اللعان، وهذه الآية الآن في بيان أحكام الشائعات وردها. سنأتي إن شاء الله تعالى لسه على في موضعين في سورة النور، وفيه موضع في سورة النساء هنضطر نخرج ونكلمكم عليه. والموضع السادس اللي انت ذكرتيه الآن قل بفضل الله وبرحمته، هذه تحتاج لمحاضرة واحدة خاصة بها، لكن ما ينفعش هو في بارك الله فيك نعضدها. في سورة النساء أيضا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة، بس دي خاصة بالرسول، بالرسول عليه الصلاة نعم والسلام. نعم، لكن الله يبارك احنا فيك يا رب. حاضر، عايزين نشرح السبعة نشرح، ما في حرج إن شاء الله الله تعالى. يبارك فيك، جزاكم الله خير. الله يجزيك الخير. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير أختي. طيب أي أسئلة أخرى؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير على هذه الجلسة الرائعة المفيدة، الله ينور طريقك ويحفظك يا رب العالمين. أحفظكم الله. أنا يعني فاصلت غير باش نقول هذه الكلمة لأنه موضوع حساس ونبيل، ويعلم الإنسان أنه الحمد لله لولا ربنا كنا الحمد لله على رحمته. الحمد لله، الحمد شكرا لله. لك كثيرا كثيرا. الحمد لله. نتمنى ان شاء الله دائما يكونوا عندك جلسات وان شاء الله نحضروا فيهم يا رب. هذا الدرس اسبوع ان شاء الله ثابت، كل يوم احد في هذا التوقيت من الساعه 9 بتوقيت الدوحه الى الساعه 10. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، جزاكم الله خير. نحضروا دائما يا الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، شكرا. طيب جزاكم الله خير. اي اسئله؟ جزاكم الله خير من حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.